أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. المدى مخاوف من استغلال ظروف النازحين انتخابيا. ونقرأ في يقين نت: إيران تتجاهل مطالب عراقية بشأن الحصص المائية وتلويح بتدويل القضية. وجاء في القدس العربي: العراق يستغرب تصريحات إيرانية بشأن تحركات معادية لطهران من أراضيها. ونقرأ في العرب الجديد: وزير الخارجية الإيراني نراجع مفاوضات فيينا وسنستأنفها. ونتصفح في بوليتيكو: حزب الله يعاني من ضعف في لبنان وهذه فرصة لأمريكا لبناء بديل له. جاء في عربي 21: ضباط إسرائيليون يشاركون باقتحام الأقصى وتصعيد في جنين. نطالع في نيويورك تايمز: فرنسا تفكر في الانسحاب من القيادة العسكرية للناتو. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. نبدأ من صحيفة النهار العربي ومقال للكاتب محمد السلطاني جاء فيه: أثناء حديثه إلى مجموعة من بقايا أجساد جرحى التظاهرات في اللقاء الماضي، وزع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ابتسامات عدة كان معظمها في غير محله، كما في ابتسامة عريضة تبعت وصفه مشاعره لحظة الدخول إلى القاعة ومشاهدة الشبان المعوقين وقد تراصفوا بانتظار المقابلة ومقابلة دولة الرئيس. إلى جانب الكاظمي جلس متظاهر استؤصل جزء من أحشائه عن طريق الأطباء بعدما اخترقتها رصاصات مجموعة مسلحة يشتبه بعلاقتها مع التيار الصدري. وعلى الجانب الآخر اصطف عدد من الشبان مشلولي الحركة كذلك على مقاعد متحركة للأسف نتيجة تلقيهم رصاصات في مناطق خطيرة كالعمود الفقري. كانت رصاصات قوى الدولة العراقية الرسمية أو ما فوق الرسمية كذلك، متمثلة بالمجاميع العقائدية المسلحة المرتبطة بإيران. من بين الجرحى المصاب كميل قاسم من محافظة النجف، اخترقت رصاصة عموده الفقري وأصابته بالشلل، وبينما أكد الأطباء أن علاجه الوحيد يقتضي سفره إلى ألمانيا، أجابت السلطات بأن تعقداتها في مجال علاج الجرحى تقتصر على الهند ودول أخرى ليس من بينها ألمانيا، فالدولة التي تبعثر ميزانياتها المليارية على مجاميع السلاح والوزارات المترهلة عجزت عن توفير 150 ألف دولار لعلاج كميل. والرئيس الذي يباهي بعهد ازدهار العلاقات الخارجية ويملأ واجهات الصحف بصور وقوفه إلى جانب ميركل وماكرون وجونسون وبايدن، ويعلن بين يوم وآخر أخباراً مكررة القوالب من بينها العراق يوقع مذكرة تفاهم مع، بدأ أنه عاجز عن توقيع مذكرة تفاهم مع تلك الدول الأوروبية لعلاج بضع مئات من الجرحى الذين أصيبوا برصاص حلفاء الكاظمي. أكثر من 10,000 جريح ومصاب في أقل التقديرات خلفتهم تظاهرات تشرين التي دفعت إلى استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء ووصول الكاظمي، من بينهم أكثر من 500 أصيبوا بإعاقات بنسب متفاوتة تصل إلى الشلل، جميعهم ينتظرون التفاتة كريمة من دولة الرئيس. وكميل واحد من عشرات الشباب الذين لن يتمكنوا بالفعل من غمس أصابعهم في الحبر الأزرق لأنهم ببساطة أصيبوا بالشلل. محمد السلطاني يقول: ومنذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة بدأت تظهر ملامح المماطلة في ملف كشفي ثم معاقبة المتورطين بمجزرة تشرين، وقد توجه ناشطون عدة مرات عدة إلى رئيس الوزراء ومستشاريه بسؤال واضح وصريح عما إذا كان ثمة اتفاق سياسي يقضي بترحيل ملف كشف القتلة إلى الحكومة المقبلة، وفي كل المرات كان الكاظمي ومستشاروه يجيبون بالنفي ويؤكدون أن الملف قيد التحقيق.
أقرأ في صحيفة المدى حيث كتب علي حسين مقالا حول إعادة نفس الوجوه في الانتخابات القادمة، فهناك جيش قوامه مئات السياسيين تستطيع أن تطلق عليهم وأنت مرتاح الضمير صفة الفضائيين، فهم يتقاضون رواتب فضائية ويتقاسمونها بالعدل والقسطاس. كنت مثلكم قد سمعت ما قالته المستشارة حنان الفتلاوي قبل 3 أعوام بالتمام والكمال، وهي تندب حظها لأن من وثقت بهم من جماعة دولة القانون قد خذلوها وحرموها من أن تجلس على كرسي البرلمان الذي احتلته 8 سنوات، وحصلت من خلاله على براءة اختراع لمنتج اسمه 7 في 7. آنذاك قالت وبالحرف الواحد: أستحق الإعدام في الساحات العامة لأنني وثقت بجماعة دولة القانون. بعدها خرجت لتقول إن السيد نور المالكي كان يدافع عن الفاسدين، وضربت مثلاً عندما طلب منها أن تسحب استجواب رئيس هيئة الاتصالات السابق. وخرجت بأكثر من لقاء تلفزيوني تبكي مع دولة القانون وتتهمهم بالتآمر عليها. ولأن حنان الفتلاوي نشيطة سياسياً فإنها تستمر بمفاجآتها على القنوات، وعلى أي حال كانت هي نفسها مفاجأة الديمقراطية العراقية الحديثة، فمن كان يتوقع أن تصل موظفة بسيطة إلى مرحلة تأسيس حزب وشراء فضائية مثلها مثل الكثيرين من الذين حصدوا المناصب والأموال من خلال خطاب طائفي إقصائي ظل يتصدر المشهد في كل انتخابات، مثلما تصدر أحمد الجبوري أبو مازن مزادات بيع المناصب. قبل أيام في حوار مثير بشرتنا حنان الفتلاوي بأنها عائدة إلى قبة البرلمان ومن خلال دولة القانون حصراً، وأكدت أن الخير قادم على يد ائتلاف دولة القانون الذي قالت عنه قصيدة لم يقل مثلها المتنبي في مديح كافور الإخشيدي. إذن أيها السيدات والسادة، كل العالم ينظر اليوم إلى العراق ويضرب كفاً بكف ويشعر بالأسى على بلد كان يراد له أن يلتحق بقطار العصر، فارتد بهمة خطب عامر الكفيشي وتقلبات سليم الجبوري إلى الوراء وإلى مجرد دولة يضحك فيها نواب الشعب على المواطنين بمانشيتات عن الإصلاح والعدالة الاجتماعية. عندما يتقدم مواطن ليطلب وظيفة مثلا بسيطة مثل سيطلب منه أن يملأ استمارة عن عائلته وخبرته ومؤهلاته كذلك وسيرته، لكننا في اختيار نوابنا أيها السيدات والسادة وتعلمون جيدا لا نسأل عن الكفاءة والنزاهة، وإنما يطربنا الصوت العالي. ولا سعيد سامراي تكتب في مجلة الكاردينا عن الانتخابات أيضا، حيث تقول: يتهيأ أصحاب عملية الاحتلال السياسي في المنطقة الخضراء سيئة الصيت لإقامة 5 انتخابات تجري في العراق منذ الغزو الأمريكي، وذلك في 10 من شهر تشرين المقبل. مع كل انتخابات يتداول العراقيون قصص وروايات عجيبة غريبة لما يحدث خلال هذه الفترة من طرق بيع وشراء الأصوات والمناصب وأسعارها، حتى أصبح كل ما يدور أساليب عادية وقانونية جدا وبديهية لعدم تصدي القانون لها إلا في حالات محدودة جدا غير مخجلة، حيث يتبارى أصحابها للسبق باختراع أنواع الخدع واستخدام مختلف الطرق نيل ما يريدونه من الأصوات والمناصب، مما دعا أحد العراقيين لعمل نشرة يومية لأسعار الأصوات شبيهة بنشرة أسعار بيع وشراء الدولار. بعد 18 عاماً وللمرة 5 ترعى الولايات المتحدة من جديد في العراق انتخابات لا علاقة لها بالديمقراطية، بل هي انتخابات حسب الطلب محكمة الإغلاق على شاكلة المنطقة الخضراء كي لا يدخلها إلا من تعامل مع المحتل. وما مشهد توقيع أحزاب العملية السياسية ورؤساء ميليشياتها لمدونة السلوك الانتخابي المقترحة من رئيس الجمهورية دون مشاركة أي تكتل جديد بالتوقيع عليها حتى ممن سمح لهم بالترشح إلا دليل إضافي مع سبق الإصرار على التمسك بالسلطة تمشياً مع قول أحدهم: ما ننطيها.
صاحب هذه المقولة هو رئيس الوزراء السابق نور المالكي، وهو نفسه الذي صرح حديثاً أن المشاركة في انتخابات عام 2018 كانت 18% فقط، بينما قال خلفه حيدر العبادي بأنه قدم تحقيقاً كاملاً عن المزورين للانتخابات، لكن القضاء والبرلمان رفضا النظر فيه تجنباً للدخول في فراغ دستوري. هذه الحقائق العنيدة للمقاطعة التي واجه بها الشعب العراقي عملية الانتخابات السابقة هي التي هدمت وستهدم مرة أخرى في الانتخابات المقبلة كذبة الديمقراطية الأمريكية المفصلة للأحزاب التابعة وتسحت من تحتها بساط الشرعية للعملية السياسية. الكاتب يقول: لقد وقفت غالبية الشعب العراقي وما تزال وراء ثورة تشرين التي خفتت بسبب وباء كورونا، لكنها لم تنطفئ. وقد دعم العراقيون برمتهم من الشمال إلى الجنوب مطالب الثوار، وأهمها كتابة قانون جديد للانتخابات يتضمن منع كل الأحزاب التي جاءت مع الغزو واشتركت في العملية السياسية إلى اليوم من العمل السياسي، إضافة إلى 20 مطلبا آخر شكلت برنامجاً ديمقراطياً حقيقياً لاسترجاع العراق. عن حروب الجيل الخامس، القتال عن بعد، كتب عمر الحلبوسي مقالاً في صحيفة الميثاق الوطني جاء فيه، ونستمع إلى جزء منه. إن الحرب السبرانية التي تشهد ضراوة بين الدول أصبحت تشكل خطورة كبيرة بعدما شكلت هذه الدول وحدات مختصة في هذا المجال تضم أبرع القراصنة ليكونوا جيشها غير التقليدي المستخدم في اختراق أنظمة الدول والكشف عن معلومات تخص أمن البلدان ومراسلات مهمة ومعلومات شخصية تخص أمن مواطني البلدان المستهدفة. كما يمكن أن تشهد عملية اختراق حسابات سيادية لسنوات لكي يتم اكتشافها وقد تبعث برسائل دون علم صاحب هذا الحساب، بعدما تطورت الوسائل الإلكترونية التي أبدعت في مجالات الحرب السبرانية، وتأتي في مقدمة أخطر وحدات الحرب السبرانية الوحدة 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات الصهيوني العسكري أمان، والتي استطاعت التجسس على مكالمات رؤساء الدول واختراق الأنظمة وتدميرها. وإن أغلب العمليات التي تنفذها الاستخبارات العسكرية الصهيونية تأتي من هذه الوحدة، كما تبعت روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا وإيران وفرنسا ودول عديدة نفس نهج الكيان الصهيوني التي أسست وحدات وجيوش مختصة بالحروب السبرانية التي تتنوع مهامها بين الأمنية والسياسية والاستخباراتية والمالية والإعلامية والوحدات المزعزعة التي تتنوع أنشطتها. أيها السيدات والسادة، لم تعد الحرب تقتصر على المواجهات العسكرية كما كانت سائدة من قبل، بل أحدث التطور التكنولوجي والاقتصادي كذلك تغييرات كبيرة شملت كافة المجالات، منها الحروب التي تشهد تطورا هائلا وغير مسبوق وتسابقا كبيرا، أحدث انقلابا هائلا في موازين القوى الحالية والمستقبلية كذلك، التي ستكون فيها البندقية معطلة وجندي غد سيكون مدججا بسلاح يختلف جدا عن سلاح اليوم، وساحة معركته لن تكون على الحدود أو الخنادق، بل ستكون مواجهات عن بعد تتطلب قوة تكنولوجية واقتصادية كبيرة وهائلة، وكذلك السياسة ورأس مال بشري تجاوز حدود التفكير الحالي. هيفاء زنقنة في صحيفة القدس كتبت مقالا جاء فيه: في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين وأجهزة الإعلام الرسمية في الغرب عموما استنكارا لعدم استئزار المرأة الأفغانية في حكومة طالبان التي تم تشكيلها مؤخرا، وعدم تخصيص نسبة تمثيل معينة، نسبة تمثيل سياسي لها هذه المرأة في أي موقع آخر، حيث تعيش المرأة العراقية المغيبة مثل ما تقول الكاتبة
مثل نظيرتها الأفغانية في ظل صمت مطبق من قبل ذات الجهات. تجربة 18 عاماً في العراق تجعل من الصعب على أي متابع لوضع المرأة ناهيك عن المرأة نفسها ألا يقارن بين التصريحات والممارسات الفعلية على الأرض فيما يخص مدى تطبيق حقوق الإنسان خاصة المرأة. ومن الصعب ألا يخلص المرء إلى الضرر الكبير الذي تسببه سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها أمريكا وبريطانيا خاصة تجاه قضية المرأة في البلدان المحتلة، وبعد أن بات مفهوم حقوق الإنسان مرتبطاً بالغرب واستغلال ما تتعرض له المرأة كورقة لعب سياسي لفترة معينة، سرعان ما تنتهي حال انتفاء الحاجة إليها، لتنتهي المرأة كخاسرة أولى في كافة المجالات من التعليم والصحة إلى العمل وحرية الحركة إلى المساواة في التمثيل السياسي بكافة المستويات، كما يبين حال المرأة العراقية بوضوح شديد، وإذا كانت خسارة العراقيين نساءً ورجالاً فادحة في سنوات الاحتلال جراء التخريب المنهجي المتبدي بالطائفية والفساد والاعتقالات والقتل وانتشار الإرهاب بكافة أنواعه، فإن خسارة المرأة مضاعفة لأنها باتت المعيل الأول للعائلة في بلد تحتد فيه المنافسة على العمل حسب المحاصصة الطائفية والحزبية، ما أبعدها عن النضال العام. تقول الكاتبة: هل استيزار المرأة كما يطرح عالمياً ومحلياً أحياناً هو الحل لوضع المرأة المتدهور؟ حيث تقول: المرأة تتعرض للعنف وحرمانها من حقوقها الأساسية في التعليم والصحة والعمل وإلى آخره. نطلع في عربي 21: شعب وستة أسرى، وثبة كبيرة. تقول الكاتبة: ساري وثبة عكس الريح. ساري عرابي تقول في موقع عربي 21، حيث يتساءل الكاتب: لماذا يقرر ستة من الأسرى الفلسطينيين الهرب من سجن محصن جدا بالرغم من أن اعتقالهم وفي أحسن الأحوال استشهادهم هو النتيجة المتوقعة والحتمية، كما تقول طبيعة الأشياء وكما تروي التجربة الطويلة مع محاولة الهرب من سجون الاحتلال. ما النضال الفلسطيني سوى أنه الصعود إلى ذروة القدرة المجردة من الأسباب لمواجهة الأسباب كلها، وبكلمة أخرى هو وثبة الإرادة في قلب المعركة المستحيلة وردم الهوة بفائض التحدي والكرامة والإصرار والإيمان والبلوغ بالإحساس بالواجب إلى أقاصي الممكن الأعزل، وبكلمة أوضح هو قتال شعب أعزل قليل العدد في جغرافيا محصورة صغيرة ومحفوظة مكشوف الظهر عديم النصير القريب، لا لأعتى قوة في الشرق الأوسط كله فحسب بل للعالم كله. فقوة الاحتلال النووية في فلسطين تفتقر لأساس الوجود، فتتغطى بمالكي القنابل النووية في العالم كلهم، وتتغطى بكل الغدر والشر الذي في العالم، ثم يقرر هذا الشعب قتاله. لا فرق بين استجابة معتقلي جلبوع الستة القصوى للتحدي ولوجاً بأنفسهم قلب المستحيل، وبين نضال الشعب الفلسطيني الطويل والمرير والذي يجد نفسه في مواجهة العالم وترسانة الظلم المتفشي المنسوج من قوى العالم والمتدرع بقوانين فرضتها القوة الدولية ودعاية فرضتها القوة الكونية، وقبل ذلك وبعده وأثناءه القوة. والفلسطيني وحيداً يسبح عكس التيار ويمخل عكس الريح ويثب في قلب المعركة المستحيلة عكس الجاذبية. فهل كانت وثبة الفلسطيني القديمة منذ عام 1917 متجددة الحدوث حتى الآن وحتى الغد محكوماً عليها بالفشل؟ نفق جلبوع والنجاح الأولي بالخروج منه وجر ثكنة العدو المسمى إسرائيل للبحث عن الستة عابري النفق. ككل خطوة أيها السيدات والسادة يخطوها فلسطيني ما في سياق النضال، رفضاً للقيد وتمرداً على الواقع وإذكاءً لروح التحدي، ولا يمكن لشعب أن ينتصر أو ينجز مشروعه التحرري بلا ذلك، فتجاوز المستحيل هو الخطوة الأولى التي لا بد منها للمراكمة عليها، ومن ثم فتوقع الاعتقال
لا يغير من الحقيقة شيئاً، فمن حفر النفق المستحيل واجتازه بدت المستحيلات التالية أمامه أقل استحالة. بعيداً عن السياسة، نشرت صحيفة القدس العربي تقريراً مصوراً حول مهندسون في كمبوديا يبتكرون طائرة صغيرة مأهولة، حيث تمكن مهندسون في جامعة في كمبوديا من تصنيع طائرة صغيرة لفرد واحد فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون هناك حاجة ملحة إلى أكثر من 100,000 طيار جديد للطائرات المسيرة. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع مبيعات الطائرات من دون طيار من 8,500,000,000 دولار في عام 2016 إلى 12 مليار دولار في عام 2021. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.